عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا مزعج قوي، انت بتحب تزعق. النهارده معانا فيديو جديد وتحدي جديد. تحدي النهارده تحدي الحظ. ايه هو تحدي الحظ؟ هو اللي مرتبه لنا على فكره، وشكلنا هيطلع لنا اصلا شويه مشاريب جميله. ما حضرنا مشاريب من كتر حبه فينا، اللي بنعمله فيه طول النهار بيطلعوا علينا دلوقتي. حصل معانا هنا سندوين. السندوين ده بابا هيحط لنا فيه حاجات. انا صندوق هيتحط فيه حاجه حلوه، وصندوق هيتحط حاجه وحشه فيه، تمام؟ احنا مرقمين الصناديق، ده رقم 2 وده رقم 1، وفي ورق، كل واحد هيسحب ورقه. يعني مش هينفع غش خالص في التحدي ده، ولا طب اي حاجه، مفيش اي حاجه يعني. كل واحد هيختار ورقه ورزقه بقى، هو هيشوف هيطلع له ايه، تمام؟ هنشوف بقى مين هيطلع له المشروب الحلو ومين المشروب الوحش. هاني بس ظاهر معانا كده في اول فيديو، بس هو بقى اللي هيحضر لنا. احنا هنداير وشنا ومش هنشوف اي حاجه، وهنختار الورق، تمام؟ صح. حصل. نبتدي بقى ونشوف هيحصل فينا ايه. يلا بينا. المهم بس عشان الترجيع والحاجات دي هنعمل ايه؟ لا انا كده كده محضر لكم كياس وبعض بلاستيك ممكن تركب فيها. دفتره عادي بقى. انا عارفه انت بتخلص تراك مننا ان شاء الله. يطلع لك كل المشروبات. مظبط لنا التواليت جوه. التواليت عشان نرجع براحتنا. يلا بينا. يلا بينا. هاني شطه؟ لا لا، ما حاجات حاميه. لا انت عارف ان انا ماليش في الحامي. بالله عليك بالله عليك. اسكتي ان شاء الله يطلع لك كل الحاجات الوحشه ان شاء الله. اسكتي سيبها على ربك يا رب. رب التاني يا رب. انتوا يا تغمضوا عليكم يا تلفوا. لا انا هلف كده. يعني عشان ما حدش ايه يعني. انت حاسه بايه؟ حاسه ان انا هيطلع. انا عارفه انت ولع. انا قلت ربنا يستر. ايه ده؟ اوبا انا سامعه صوت حلو. اوبا 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 اوبا. على فكره حتى احنا لو مفتحين علينا يا هاني مش هنعرف انت عاملنا ايه، لان احنا لسه هنختار ورقه. مفاجاه. مفاجاه كده بس. ماشي، هتبقى مفاجاه يعني. عشان تبقى رياكشن. ده مش عارف ايه اللي جوه الصندوق. بلاش ظلمه. بلاش افتره. انا سامع صوت خبازه. مين اللي بيعمل صوت الخبازه؟ باشا ده انا مجهز لك مشروب. اسمه مشروب الطاقه. مشروب الطاقه. ايوه احنا هناخده من هنا على الحمام. هتشرب نلف. ولو حسيت باي اسهال ولا اي حاجه ما تقلقش، ده طبيعي يعني. نلف ولا ايه؟ عامل لنا مشروب انتينال ولا ايه؟ الله ظهر معه. خلاص يلا لفه. ان شاء الله لف. فين الورق بقى؟ بص بقى، احنا هنقول لكم ورقتين كده. ايه؟ بارقام. رقم واحد ورقم 2. واحد واثنين. وكل واحد وحظه. ادي واحد ادي اثنين. اللي هياخد الورقه بقى هو ورثه. يطلع. لا حطها في مسرحيه ولا اختار. لا 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 لا، الورقه هيترمى، واللي يمسك الورقه قبل التاني هو اللي هياخد. امك طلعت هاديه والله، بس هيطلع حظها حلو. انا طلع رقم 2 والله العظيم. بسم الله الرحمن. تعالي كده بقى. رقم 2؟ بجد؟ طب ايه؟ يلا بينا. طب ايه؟ طب يلا اختار. يلا بينا بقى. ما رقم 2 هقول لك يعني. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه الطعم عامل ايه؟ مية. ان احنا اتنين حاجه وحشه؟ لا لا، بصر معاها عشان اختبرها بس، عشان تبقى عارفه اللي جواها هيعلق في كشفه. ايه؟ طعمه بصل وشطه. بصل وشطه. بصل وشطه؟ ده طب ما هو ده مطهر معوي. بصل وشطه. هي اولا ده ايه؟ ده داخل بمو قرف بقى علينا. ايه ده بقى؟ وانت اشرب اشرب. ما انت عم شربت نعناها. انت متحيز لابنك بس. خلي بالك. هو حظه. خلي بالك. هو حظه. هو حظه. انت بتغيظني يا مستفز. هو حظه. طعمه وحش قوي، حرام عليك. لا بس صدق موضبه. عصير بصل وحاطط لك عليه شطه من فوق يعني. بص يا جماعه اللي افترى. عامل لك جرن شطه. بصل ماسك البصل عصره لي هيطلع عليه شطه يعني. أيوه. مش عارفه بصل ايه. على مش عامل لي ديكوريشن. على شو بس ليمون نعناع. الله انا بحبها قوي. يلا هات الكوبايات. لا هات. انا لسه بس ده انا في مشاريب تانية حلوه. الطعم ده بجد مش قادره والله. لا 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 لا، اخد بق. مش لا 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 لا، انا عايزك بقى تدوق المشروب التحفه ده. تحفه. ده بص مطهر. هديه مني. مطهر معه. لا من اولها كده الحظ جميل. ده مطهر معه ده. ماشي. فعشان كده اقول لك ليه؟ عشان هو حاطه. طب ايه خف بقى، ما تعملش حاجات فيها شطه. انت عارف ان انا ماليش في الشطه خالص. بصوا احنا برضو بقدر الامكان يا جماعه يعني بنعمله حاجات تكون سهله ابن البيت. دي كده سهله؟ وما عليهاش ضرر. هو ميه البصل فيها ضرر؟ لا ما عليهاش ضرر. ميه البصل بتغسل العين. البصل مطهر. دي بتغسل العين. احنا برضو يا جماعه بنراعي برضو ايه السلامه والصحه يعني. احنا اهم حاجه الصحه يا شيف.
اهم حاجه الصحه. مش عارفك سن اه. وفي بعد التحدي ده تحدي اهم عارفه هنعمل لكم بقى تحدي بيتزا. تحدي بيتزا هيبقى جامد جدا على بيتزا بقى مش اكس لارج 15 اكس لارج عشان يدوبك على قدنا. انا ما بحبش لا الفراخ مش ضايقه كده عايز بقى التحدي ضرب نار. بس فارس بقى ان شاء الله انا هحط عليه وهكسبه. اه ما الحب شكله باين قوي. الحب ولع في البق. خلص الفيديو بس الحب ولع. ولا هوريه اللي عامله فيا. اوبا اوبا مفيش مصروف. هنتقم. مفيش مصروف. ايه ده هنا البترول مصروف؟ اه مفيش مصروف بجد. تدوش مصروف؟ ايه ده هنا بترول مصروف؟ خدي القبض بتديني. خدي القبض منه كله. صح تدوش حاجه. صح. اكبر عقاب ليه؟ همنع عنه. همنع عنه السجاير. يلا تحب تهدي. غمض عينك. يلا غمض عينك. غمض عينك لف يلا. يا غمضين. يلا بينا. والله بأمانة مش شايفين حاجة. يلا بينا. ربنا يستر من البلاوي اللي بتعملها فينا. ما بلاش الأمانة دي ما حبهاش. إيه دول كام؟ فارس دول كام؟ تمانية. أنا سامي على أسواق حاجات. لا لا حتى لو غشينا الورقة هنغش فيها إزاي؟ خلصتوا؟ محدش يبص. لا خلصت اهو والله العظيم. مشروبين يعني كل مشروب اجمل من الثاني. الحمد لله الحمد لله. كل مشروب اجمل من الثاني يا جماعه والله. اوعى يكون المشروب من الحمام. لا 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 بالجنيف نفسه. بوك بول. لا مفيش بوك بول. مفيش بوك بول. طالما مفيش بوك بول احنا كده في امان. يلا بينا نرمي ورقنا. ورقتين اه. نرمي الوضع. طب انا ارمي لكم فين؟ ارمي هنا هنا. يلا ايه رايك؟ ده حد النيل. ايه اللي انت بتصقصقني؟ انت عارف ان انا هختار انا ورقه. استرجل واشرب بريل. خلي بالك احنا هنخسر بعد كده. بريل انا عارف انت ما بتحبهوش عشان كده حاطه ولا هو بيحبه عشان كده انا حاطه. بريل شعير وشعير سخن يعني. بص يعني مفيد جدا. انت ايه زدت ولا ايه كفايه؟ اه طلع ايه بقى هو؟ يا عم كفايه والله. فين حياز لابنك؟ إيه انت فين حياز لابنك؟ انت المسابقه دي جايه لك تعادل. ده جايه لك على التوب قوي. انت منحاز لابنك على فكره. هو حظه كده. انا عامل له ايه؟ انت عامل لنا ايه تاني يا شيف؟ بص يا وري الكاميرا. وري الكاميرا حاجه كويسه يعني. حاجه جميله جدا. اي حاجه عندك حلوه بس التحدي يخلص وهنشوف. حاجه كويسه جميله جدا. ايه ده انا سمعت صوت غريبة. لا 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 والله انا لا. انا معاكم جنبكم والله. مش في التواليت والله. انا اهو معاك اهو. بص الاصوات دي ما ينفعش. انا ده المشروب ما ينفعش. هزار يا هاني. مشروب جميل والله. عشان السجادة ما تتبلش. ما فيهاش هزار. مشروب الطاقة. طاقة؟ اه مشروب الطاقة ده. شكلنا هنشرب بول. ده مشروب الطاقة. شكلنا هنروح. بص هو بيقول لك ان الاشياء دي بتفيد الجسم. ده مشروب الطاقة. بتفيد الجسم؟ اه ده احنا هنتفايد. خلاص اصبر اصبر. ده لسه. طب العلبة ده العلبة بيستطعمها. اصبر. ما انا بدوق مش هيدوقها بجد. انا بدوق برضه بس بدوق حلو. بدوق حلو انا. هاني بالله عليك طب بلاش مشاريب. ايه ده؟ ايه الاصوات دي؟ ايه الاصوات دي؟ اوعى يكون خالد. افتح عينك. اوعى يكون يسر. هاني بيبي لا بيبي لا بالله عليك. لازم تفتح عينك. عشان هزر يا هاني. ما تأملوش. مش معنى. طب ايه نوقف التحدي ده؟ لابينا؟ وان هرميه قدامكم عشان تبقى سهل وتقربها اهو. يلا نقفش. كام؟ اتنين واحد. يلا 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 اعكسيه بقى كده. ما تهداش ولا تشرب معايا عشان نحس بالمرار مع بعض. ما حدش يبص على المشروب. يلا يس خل جميلة. الله جميل. ده في كوسة بقى ولا ايه؟ لا لا, لا. مش لا. متفق معانا والله. مش متفق معانا يعني. التلات مشروبات اللي طلعوا حلوين دي صدفة؟ انا بريء والله. هو حظي كده عشان لما اقول لكم حظي في الدنيا. لا 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 خلاص بقى خلاص. ايه خلاص انت عشان لما اقول لكم ولعة معاك. عشان تصدقني. انت متأكد؟ ولعة معاك. اتأكدت ان حظي قليل؟ اتأكدت ان انا غلبانة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه منشر؟ عيب عليك. انت ايه اللي انت عامله؟ طب يلا خلي طب ادي لامك شويه. طب عشان تبطل بقها ما تحرقش البنت ده. وايه طب حط عليه شويه ميه. خلي خلي كله خلي نهيد على الكوبايه. اه ده اللي انت فالح فيه. انت شغال انت. يا
يلا بينا. على فكره لو طلع لي حاجه المره الاخيره دي بقى انا مش عارف، انا قلت غير الرقم بعد ذلك. انت قصدك ايه؟ انت قصدك ايه؟ انا حاسه كلامك ان انا فقريه. الملحوس ملحوس حتى لو على فانوس. على دماغك احترام. على فكره فرحان انت، انا حاسه انت فرحان والله العظيم، انا حاسه انت فرحان. انت بتعمل فيا ملاكمه. انا حاسه ان انت فرحان فيا، شايفين وشي بريده. يلا هندخل بقى ايه على المشروبين. يلا جايين بقى ندخل على التقيل. يلا انت بتقلب ايه؟ انت بتقلب ايه؟ بيقلب حاجه. انا سامعه صوت تقليب. والله ربنا ان شاء الله هينصرني عليك. ينصرك على مين؟ طبعا انت عشان كذا ثلاث مرات. كذا ثلاث مرات تحدي البيتزا هيبقى اجمل تحدي في المجره، هيبقى تحدي ضرب نار. يا خوفي البيتزا بتاعتي تتحرق ولا يحصل لها حاجه. ممكن بقى واحد ما عندوش ثقه. تعرفي لو دراما قوي. ماشي غمض عينيك. يلا غمض عينينا. المفروض يبقى عندك دراما قوي. عادي من عينك الشمال، عادي من عيني واحده. غمض عينك. انا كده مش بتنفس. مغمضيني يا عم. بص هعمل لكم مشروب المره دي يعني. قول بقى بجد. يعني انا مش عارف والله، هحط لك بقى في اي رقم وانتوا حظك. عشان تعرفوا لما اقول لكم ان انا غلبانه ومسكينه ومنكسره تصدقوا ان انا غلبانه. ما خيتي الله. انا على فكره سؤال لعيالي وسمعت كلامك وفيت على التحدي ده. يلا بينا. لا اقسم بالله ما انا خايف بقى تاخد اول ورقه تتلعب. انت قصدك ايه؟ انا حاسه ان انت خلي بالك عندك مغناطيس للمشاريب الحلوه. بعد الحلقه يلا بينا. لا انت هتفتحوا ايديكوا، انا هرمي الاول وبعد كده خد خد. مش رقم واحد؟ انا اتنين. اتنين وانت؟ استنى بس استنى بس، واحدة 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 واحدة. انا حاسس ان في مشروبات الوحشة تجيلي. لو طلع فيه بقى مشروب وحش يشربه كله. هيشرب له، هخليه يعوض على اللي فات. ارفع ارفع. الله ارفع ارفع. اشرب اشرب شوية كمان. لا خليك تعوض اللي فات كله. اشرب. انا محسوبة مانجا، محسوبة مانجا مانجا. انت عامل له ايه؟ ده كوكتيل، ده اسمه كوكتيل. ايه ده هاني؟ كوكتيل ده عبارة عن كركم وجنزبيل فريش. بص هتشرب. لازم تسمع كلام ماما وبابا. اشرب مش اشرب يا مش عارف. التلات كوبايات اللي شربتهم دول كده دول. اشرب اشرب يلا يا اشرب. ليش يلا يا اشرب 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 اشرب. لازم اشرب ده كركم جميل وجنزبيل. اشرب ايه؟ اشرب ليمونيتا. اشرب. ايه رايك في طعمه بذمتك؟ ده بص ايه ده هيخليك بص عايش في الحمد لله. بص الكركم ده خام، ده انا طحنه بايدي. ده اوعى ترجع على السجاده والله ما اولع فيك. اوعى. ايه عوضي بقى انت بقى. متاكده ان ربنا هيكبر بخاطري؟ الحمد لله. انا اي نعم طول عمري ما بشوفش الحاجه الحلوه غير بعد وقت طويل، بس الحمد لله. الحمد لله ربنا اكرمكم كده حلو كده. يعني بفكر لكم كده عايز افنن في عقاب حلو. احنا اللي بنعملوه فيك بالنهار بتطلعوا عينا بالليل. حصل. اللي بتعملوه فيا بالليل بتطلعوا عليا بالنهار برضه يعني. تمام اوكي. احنا اقوياء. قوي؟ لا. قد التحدي؟ لا. احسن اطلع من التحدي بقى. لا بس بكره عداش من البيت زعيب عليكي. تمام. هداش منها؟ عيب عليكي يا اقعدي. اقعدي؟ عيب عليكي. هداش من البيتزا؟ هداش مالك؟ انا كيف البيتزا هي اللي هداش مالك يا بس ما يغركوش فارس رفيع يعني، بس بياكلنا احنا ليه بنخبي دراعاتنا واحنا نايمين يا جماعه يعني؟ انت مش واخده بالك من الفايبر؟ فارس بيروح الجيم ويجي من فارس راح الجيم اسبوعين ليل ونهار. ثلاث اسابيع مش واخده بالك من الباي ومتراي. باي وتراي. عايش ليل ونهار في الباي والتراي. يلا بقى نقفل الحلقه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. لايك بقى احنا استحملنا عشانكم حاجات كتير قوي النهارده. لايك يا جماعه بقى. تمام. وان شاء الله عايزين رايكم يا جماعه الفيديو الجاي برضو. اللي عنده مقلب حلو، عنده عقاب حلو، يدينا رايه. عايزين مقلب بقى اعمله فيه. تمام. فكريه كده بقى في المقلب وقولوا لي. مش في مقلب بقى. هعمل فيه. لا والله. لا 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 هردها. لا ما تعيطليناش ما تضحكليناش. لا 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 والله هردها لك. انا بقول لك انا عايز. لا 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 هردها لك. يلا باي باي. سلام سلام.